تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لتكثيف الزيارات الميدانية لمناطق وقرى مملكة البحرين وتفقد الاحتياجات الصحية للمواطنين، قامت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح بزيارة ميدانية إلى كل من مركز يوسف عبد الرحمن إنجينير الصحي ومركز مدينة عيسى الصحي. وقد أكدت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة والسديدة من لدن رئيس الوزراء الموقر للإطلاع على مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد احتياجاتهم ومتابعة ملاحظاتهم والاستماع إليهم بشكل مباشر، وذلك بما يصب في مساعي وأهداف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة. وأكدت الوزيرة خلال الزيارة أن توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر تؤكد وتجسد مدى اهتمام سموه حفظه الله بالمواطن البحريني والتعرف على الاحتياجات الحقيقية لجميع الأهالي من خلال التواصل معهم ومتابعة ملاحظاتهم لتعزيز مستوى جودة الخدمة الصحية وكفاءتها بالمراكز الصحية، مع العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير هذه الخدمة لتتلائم وتطلعات المواطنين ومتطلباتهم. هذا وقد اجتمعت سعادة وزيرة الصحة خلال الزيارة مع كافة المسؤولين في كل من مركز يوسف إنجينير الصحي ومركز مدينة عيسى الصحي، حيث تم تسجيل ورصد مجمل الملاحظات والمقترحات المقدمة من المترددين والتي تتعلق بتحسين كفاءة الخدمة الصحية بالمركزين الصحيين، كما تم استعراض الخطط والإجراءات الكفيلة بتطوير الخدمات العلاجية والوقائية وفقا لطموحات الأهالي. كما استمعت الوزيرة في أثناء الزيارة الميدانية إلى وجهات نظر المواطنين والمرضى من مرتادي المركزين، كما وجهت المسؤولين والكوادر الإدارية والطبية إلى ضرورة الأخذ بكافة الأمور والنقاط التي تم طرحها والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتطويرها نحو الأفضل. وشرفنا اليوم أن احنا نكون في منطقة مدينة عيسى، حيث اليوم قمنا بالزيارة إلى مركزين، مركز يوسف إنجينير ومركز مدينة عيسى، وجاءت هذه الزيارة بناء على توجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء الموقر. يوم أمس في مجلس الوزراء وجه الوزراء الخدماتية بالقيام بزيارة وللوقوف على احتياجات المواطنين، والحمد لله تعتبر منطقة مدينة عيسى من خلال المركزين الموجودين فيها تخدم أعداد كبيرة من المواطنين، وبعد الاطلاع على طلباتهم واحتياجاتهم اطمأنينا على أن كل الخدمات تقدم على أحسن ما يرام، وإن شاء الله هناك بعض الاحتياجات التي عبر عنها سواء من قبل السادة النواب أو من قبل المجلس البلدي وأيضا المواطنين، إن شاء الله نقوم بدراستها ونلبي ونحقق كافة هذه الطلبات والاحتياجات، ونحن نسعى أيضا إلى تطوير كافة الخدمات التي تقدم من خلال منطقة مدينة عيسى، ويهمنا أن احنا رضا المواطنين، وطبعا هذا لم يأتي إلا بدعم من القيادة الحكيمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية في مملكتنا الغالية.